بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد أنا مصطفى المقدم، العام 20 سنة، كنسكن بلازاري بحي مكسيكو بمدينة وجدة. كنت عرفت واحد القضية نتاع الإنقاذ ديال واحد العائلة من واحد الحارق في شهر 5، يعني في 3 أيام العيد الصغير. وتما فاش عرفوني الناس بالنسبة لهذه القضية ديال الطفل هذا، راه يعني كندعيو معاه إن شاء الله أنه يخرج سالم، وربي راه معاه إن شاء الله، ربي ما تيخيبو. أن كتشوف طفل بحال الملائكة عنده 5 ديال السنوات في العمر ديالي، راه كيبقى فيك الحال الصراحة. ما نعسناش إلا ديال البارح، وحنا كنشوفو يعني شنو كاين المستجدات وكل شيء، ويعني وكنتمناو من الله إن شاء الله أنه يخرجه سالم ويرده لوالديه إن شاء الله. السلام عليكم. اول حاجه يعني بغيت نهضر عليها، يعني البارح بقينا نشوفوا لي فيديو ونشوفوا الطفل ريان اللي كنتمناو انه يخرج من البئر ويخرج بصحه جيده ان شاء الله. يعني اللي فريمو المغاربه كل شيء العالم يعني راه بحيره لهذا الولد، يعني كاباء كامهات، يعني واخا حنا ما عندناش وليدات وكذا، راه كنحسوا بالاب والام، يعني ديك الاب والام راه عندهم واحد الحرقه على الابن ديالهم، يعني اللي فريمون راه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني نتمنوا من المسؤولين ومن السلطات انهم يديروا ما في جهدهم باش هاد الوليد يتنقد، باش يتنقد ويولي لوالديه ان شاء الله. وتحياتي وشكرا اختي حسان، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إحسان عمري، فاعلة جمعوية مدينة وجدة. كنضمن صوتي الإخوان اللي راهم متضامنين مع الطفل ريان ابن مدينة شفشاون وأقاليم شفشاون. نتمنى من الله عز وجل نسمعوا شي خبر جديد مفرح هاد العشية هادي، يقولوا لنا بلي راهم خرجوا الطفل ريان ويرجع بخير وعلى خير الأم ديالو، ولو أن احنا عارفين بلي راه 30 متر تحت الأرض راها صعيبة، ما فيها لا ماكله لا ماء لا اكسجين لا بزاف ديال الصوالح، وزيد لها هذيك الطيحه اللي طاحها ربما راه يكون متعرض للكسور، الله اعلم، يقدر على مستوى الراس ربما على مستوى الجسد ككل. حنا المهم نتمنى انه يكون حي، على حسب المعلومات اللي عندي راه باقي حي، وراه يعني يقدروا انهم يوصلوا له الاكل والاكسجين والماء، ويا ربي يستجب معهم هذا الوليد. ونتمنى من السلطات يعني راه دايره، هي دايره الجهد ديالها انها تزيد على داك الشيء اللي راه عندها، وتحيه للوقايه المدنيه اللي حتى هي راه دايره الجهد ديالها. ونتمنى من الله عز وجل نفرحوا بخبر صار هاد الليله، والام ديالو تحتضنوا ان شاء الله.